اتفاقية أوسلو في عام 93، ورغم كل المواقف اللي ذكرتها، في سواء أبو عمار رايح لصدام ولا يرقصون في نابلس فرحة بضرب الرياض إلى آخره، مع كل هذا، مع كل الألم، مع أنه كان ما لنا قطعة علاقات كاملة مع أبو عمار وجماعته، بس ما قطعنا علاقاتنا مع القضية الفلسطينية. فلسطين هي بهذا ولا رؤسائها، فلسطين هي فلسطين.